حسام الكريم، محمد السعيد، أبا زين، أهلا وسهلا بك مرة ثانية في فقرة الرياضة. أهلا بك يا مصطفى، وأهلا بك يا عائشة أيضا. أهلا وسهلا. فنريد أن نعرف عن بطولة كاس تشات. هي بطولة كاس تشات هي لسه جديدة يعني. نعم أكيد. هي عادت للحياة بعد توقف. نعم. آخر بطولة لعبت في العام 1974، والآن عادت البطولة من جديد. من 74 لحد الآن. من 74 لم تلعب أي بطولة حتى الآن. وإن كان هناك في خلافات تاريخيا بيقال أن في بطولات لعبت لكنها لم تحسب، عموما في بطولات لعبت لكن رسميا ما أعلن أنه رسميا، و74 آخر بطولة لعبت دي بطولة كأس تشاد. نعم. والآن البطولة عادت من جديد رغم توقفها. الحمد لله. ربما الكثير من الكلمات نحاول نتحدث فيها في هذه الفقرة إن سمح الوقت. طبعا أنا متأكد أنه مصطفى يقول لي الوقت يعني لا يسمح. تفضل تفضل نسمع. ففي إشكالية، أول شيء خلينا نتكلم من الجانب الزمني. أنا ما أعرف يعني إحنا دائما بنبدأ في الوقت الغلط. الوقت الحالي مش الوقت المناسب لإقامة البطولة، هذا إذا كان رأيك رأي شخصي. يعني عندنا أكتوبر، عندنا نوفمبر، عندنا ديسمبر، عندنا يناير، هذه الشهور نسيب التقرير المدى لك. تمام، تابع التقرير. من أجل رفع شأن الرياضة التشادية في المستوى المحلي والدولي جاءت مباراة انطلاقة كأس تشاد التي نظمتها لجنة تسيير شؤون الرياضة ووزارة الشباب والرياضة وترقية ريادة الأعمال لإقامة بطولة الكأس دورة 2023. رئيس اللجنة التنظيمية أوضح في خطابه ثمنا جهود السلطات العليا بالبلاد، في مقدمتهم رئيس المرحلة الانتقالية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو الذي شجع الشباب والوزارة لإقامة المنافسات الرياضية. من جانبه وزير الشباب والرياضة وترقية ريادة الأعمال باتاليجيو قال إن انطلاقة كأس تشاد يهدف إلى تلاحم الشباب وإبراز قدراتهم الفنية والرياضية، وأن فرق الدرجة الأولى والثانية للولايات سيتنافسون في تصفيات مباشرة لمدة 3 أشهر قبل مباراة الكأس النهائية التي ستقام بالعاصمة نجمينا، وأن مباراة الافتتاح بين فريق الدرجة الثانية لفريق رينيسانس مع نظيره الاتحاد الرياضي لمرسال انتهت المباراة لصالح اتحاد مرسال بهدف دون رد. شكرا للمشاهدون الأفاضل، وكذلك نشكر زميلنا محمد طاهر يونس على هذا التقرير. محمد طاهر صالح، فكنا نتحدث عن الفترة الزمنية يا حسب الكريم. نعم، هي الفترة الزمنية إن أردنا الحديث عنها ليست الفترة الزمنية المناسبة لإقامة البطولة حقيقة، لأننا نحن في شهر مارس وأبريل. نعم. بداية البطولة لعبت في آخر يوم من شهر مارس وفي أبريل. نعم. والمعروف أن تشاد في طقسنا بيكون مرتفع، حرارة تكون مرتفعة. نعم. فعندنا أوقات مناسبة، كان أكتوبر في وقت مناسب، نوفمبر وقت مناسب، ديسمبر وقت مناسب، حتى يناير وقت مناسب، لدرجة حتى فبراير. فهذه الفترة الآن بدلا من أنا أبدأ البطولة في أبريل مايو يونيو، في إشكالية أخرى كمان يعني نتحدث عنها لاحقا مشكلة تداخل البطولات. نعم. الآن نتحدث عن بطولة كأس تشاد. نعم. البطولة بدأت قبلها كان في بطولة السلام كوب دي لابي اللي كان نظمته وزارة المصالحة الوطنية. إنما نظمت بطولة المصالحة الوطنية تم توقيف البطولة المحلية للعاصمة جمينة، هنا بطولة الرابطة للعاصمة جمينة. الآن دخلنا في بطولة آخرى جديدة، يعني ما في شيء مدروس. هذه الإشكالية، احنا بنصحب نقول لا، مفترض يكون في أجندة. نعم. احنا نتحدث الآن في 2023، مفترض حتى أجندة 2024 تكون واضحة. 24 عندنا من تاريخ كذا لكذا عندنا بطولة، من تاريخ كذا لكذا. إذا تلاحظون معي وفي لاليكم تحدثنا في السنة الماضية 2022 مشكلة التوقيت فرضه كاف. نعم. الكاف عنده روزنامة معروفة مسبقا، الشهر فلاني مفترض البطولة، لا مفترض تقدم الفرق الممثلة للبلدان الإفريقية المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا. نعم. فالسنوات الماضية ضغطنا على أنفسنا في نهاية الوقت خلال 2-3 أسابيع أقمنا بطولة وطنية وفرقنا شاركت، فلماذا لا نطاز؟ يعني من لم ينظر للعواقب فما الدهر له بصاحب. احنا عندنا مثلا الفترة الماضية كنا واجهنا مشكلة، قبلها واجهنا مشكلة والفريق يدخل من كريم. الآن البطولة بدأت. فنريد آلية إجراء الآن البطولة، يعني أؤكد لك الآن من هنا أنه أول بطولة لعبت، أول مباراة لعبت ما بين فريقين للدرجة الثانية، رينيسانس مع فريق اتحاد شباب مرسال، وانتهى بفوز فريق اتحاد شباب مرسال على فريق رينيسانس. حتى الآن لا توجد أي مباراة لعبت للبطولة حتى الآن، ففي إشكالية. أنت عندك فترة زمنية مفترض 3 أشهر تنتهي من البطولة في نهاية يونيو. الإشكالية الكبيرة الأخرى اللي نتحدث فيها، أنت تنتهي في نهاية يونيو عندك بطولات أخرى،
بطولة رابطة جمينا عندما الفريق الواحد هيلعب في بطولتين مختلفتين هتكون في إشكالية. في فرق بتلعب في بطولتين تعبان، أمس الكلاسيكو وحرد لك أقول لجماهير برشلونة، لكن تشوف في بطولة كاس وفي بطولة الدوري، لكن في فترة زمنية الفريق يمكن يرتاح فيها، لكن لما تأتي ثلاثة أربعة بطولات في نفس الوقت هتكون في أزمة، تضارب يكون في تضارب، لأنك عندك البطولة الوطنية ستلعب مفترض حتى نهاية يونيو، قبل نهاية يونيو مفترض تسلم الفرق قائمة الفرق التشادية للكاف. عندك أيضا بطولة رابطة أنجمينا، لأن بطولة رابطة أنجمينا عندما تلعب البطولة يرشح الفرق، ترشح الفرق من بطولة الرابطة عشان تشارك في البطولة الوطنية. متى ستلعب البطولة الوطنية؟ طيب آلية إجراءات البطولة؟ البطولة الحالية في الوقت الراهن بتلعب على شكل يعني مناطق، على سبيل المثال عاصمة أنجمينا تلعب لحالها، و درجة ثانية عندهم تقريبا فرق من الدرجة الثانية وفرق من الدرجة الأولى يلعبون فيما بينهم، في النهاية الفريق الواحد يكون ممثل للبطولة النهائية. هذا في أنجمينا. الأقاليم الأخرى بذات الطريقة، تقريبا في مناطق وزعت للأقاليم الأخرى ويكون ممثل واحد من كل منطقة يمثل البطولة النهائية في عاصمة أنجمينا، وتلعب في الفترة من 24 يونيو حتى 28 يونيو البطولة النهائية. يعني ففي في ضيق في الوقت. ضيق. نعم في ضيق في الوقت. نواجه إشكالية. أيضا الآن في مقترح جديد لبطولة كأس السوبر التشادي هنا، الذي يلعب فيه بطل بطولة الدوري الوطني وبطل كأس تشاد. فإذا متى سينفذ هذا الوقت كله؟ فإذا عندنا جدول متضارب، جدول متضارب، وفي إشكالية حتى في التوقيت. تحدثنا في البداية ارتفاع درجات الحرارة، لماذا لا أنفذ البطولة في الفترات التي تكون فيها الطقس يكون معتدل؟ عندي أكتوبر، عندي نوفمبر، عندي ديسمبر، عندي يناير، فبراير، هذه الفترة المناسبة بالنسبة لنا في جاتنا. لكن لا ننتظر حتى في نهاية المطاف، نأتي في وقت يونيو أحيانا في أمطار، وإحنا معروف الملاعب عندنا بتكون حرارة أعلى، كيف يعني؟ فتكون في إشكالية، يعني الوضع ما ما مناسب. أنا أتمنى، والآن رسالة أرسلها، أتمنى الفيدرالية ممكن تأخذ اتخاذ إجراءات لازمة السنوات الماضية القادمة تكون في بطولات تنظم في الوقت المناسب. في الوقت المناسب، عندما تنظم في الوقت المناسب عندنا نستفيد اثنين. أول شيء نمنح الفرق التي تمثل تشاد سواء كان في الكأس الكونفدرالية سواء كان في دوري أبطال إفريقيا، نمنح الوقت للتجهيز. فدائما الفرق الأخرى في الدول الأخرى بتكون عندها مباريات ودية، تكون عندها مؤسكرات. لكن إذا أنت انتهيت البطولة الأساسية انتهيت فيها في يونيو، والبطولات الكاف تبدأ في يوليو، ما في وقت تجهيز. ده يقودنا للحديث عن تضارب المواعيد. في تضارب المواعيد، في عدم التنسيق ما بين الدوريات المختلفة. مفترض يكون في تنسيق الاتحاد أو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم، بحديث اللجنة المؤقتة، اللجنة المؤقتة الآن في نهاية وقتها المحتسب لها من الفيفا، فما أعرف هل يتم تجديد الفترة من جديد أم يتم إيقاف اللجنة في حد ذاتها، ففي إشكالية أيضا. أسب الكريم، رسالة أخيرة. رسالة أخيرة، كما ذكرت وأذكر يعني علينا أن نهتم بالوقت وعلينا أن نستعد قبل فوات الأوان. إذا فات الأوان نلعب في الوقت بدل الضائع، لن يفيد شيء يعني في نهاية المطاف. إن شاء الله نتمنى نبدأ في الوقت المناسب عشان ما نستفيد زي ما قلت من الوقت المناسب للتجهيز للبطولات. حتى مصطفى لا يقول لي الوقت انتهى يا حسن الكريم. الآن تحدث كثيرا يا حسن الكريم. إن شاء الله أخذ وقت أكثر من تمام. المنافسة خلاص، ما في مشكلة. شكرا جزيلا، نتمنى ألاقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله، وكملوا كل شيء اللي عندكم. ما نمنع دين، لكن إلا الصبر، بس إلا الصبر إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم أنتم أيضا المشاهدون الأفاضل لمتابعتكم لنا إلى آخر هذه الفقرة، ونتمنى لكم متابعة ممتعة مع باقي برامج التلفزيون الوطني التالي. أترككم في أمان الله وحفظه، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.